وسهلا بكم أحبتي المشاهدين، مشاهدي قناة الولاء الفضائية، أهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الاستثنائية على هامش عمليات قادمون يا نينوى. نحاول أن نسلط الضوء على أهمية الأحداث المتتالية التي تجري مع أيام التحرير، وأيضا أحبة المشاهدين نحاور في هذه الجلسات، في هذه القعدات الاستثنائية، في هذه الحلقات نحاور الأخوة المجاهدين الموجودين في هذه السواتر في هذه العمليات. حقيقة اليوم هؤلاء المجاهدين يعني أبلوا بلاء حسن، حتى إن يعني لون وجوههم اليوم صار بلون التراب الموجود بالسواتر. أحبة المشاهدين، لا يخفى أنه عمليات قادمون يا نينوى انطلقت من عدة محاور، سواء من المحور الغربي الجنوبي وأيضا من المحور الشمالي والشرقي، وإن شاء الله تزف راية النصر وبشارة النصر إن شاء الله، وترفع راية الله أكبر في أم الربيعين بعد أن تلتقي هذه القوات من الشمال ومن الجنوب. أحبة المشاهدين، عمليات قادمون يا نينوى فيما يخص محور الحشد الشعبي في الجنوب الغربي قطعت أشواط وأشواط، ابتداء من شق الصحراء من تقاطع الشرقاط وصولا إلى مدينة تل الأحفر، واليوم انطوت الكثير من الصفحات، وأيضا تم تحرير مطار تل الأحفر، واليوم القوات في صدد عمل طوق كبير جدا حول مدينة تل الأحفر، وبالتالي تطهيرها إن شاء الله وقطع كل الطرق المؤدية بين مدينة تل الأحفر وسنجار، وأيضا يعني وقف إمداد داعش وأيضا القطعات التي تحاول تهريب النفط الخام باتجاه الحدود السورية وما شابه. أحبتي المشاهدين، ويانا في هذه الحلقة راح نحاور مجموعة من المجاهدين إن شاء الله، وراح تكون سلسلة متتالية تأتيكم من منبر الإعلام الحربي الولاء الفضائية. في هذه القعدة ربما أنا خلونا أرحب بالسيدة والمرة لأنهم السادة بركة إن شاء الله، الله يسلمك، السيد علاء الحيدري أمر فوج في اللواء الرابع حشد الشعبي المبارك، وأيضا نرحب بك كل الترحيب سيدنا، وأيضا المجاهد البطل رزاق التميمي مسؤول عمليات اللواء الثالث، أهلا وسهلا بك الغالي وتحياتنا إليك، ونقول لك على طول جيتك من يعني من ساتر الصد الأول لهنا، نقول لك ألف يا هلا، وأيضا أهلا وسهلا بالسيد. ابتداء سيدنا، إحنا اليوم خليها تصير قاعدة تلقائية مثل ما يقولون، نسولف سوالفنا مع المجاهدين اللي نسولفها بالليل وبالنهار، واحنا نعيش هذه الايام ايام التحرير. اليوم اليوم المشاهد ربما يريد يعرف هذه العمليات وين وصلت اليوم، احنا اليوم شنو اللي اقدمنا عليه بعد ان اليوم مسك اللواء الرابع حقيقه مطار تل الأحفر، ما هي الوجهه المقبله بنظركم؟ حقيقه بسم الله الرحمن الرحيم، نصر من الله وفتح قريب، صدق الله العلي العظيم. بالنسبة للمحور الحشد الشعبي المحور الغربي الذي يعتبر من المحاور المهمة في عمليات تحرير الموصل، هذا المحور يتميز بطول المسافات وكذلك الجغرافيا الصعبة، باعتبار أكثر الطرق بالمحور هي طرق وعرة ويمر في الصحراء، وكذلك قرى يتمركز فيها العدو، فبالتالي انه كان محور جدا صعب، وكذلك انه العدو كان متمركز فيه، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى من الوهله الاولى لانطلاق عمليات تحرير الموصل تم السيطره على هذا المحور بالتمام، بقريه تلو قريه تتحرر بفضل همه المجاهدين، حشد الشعبي وهمه المجاهدين ودماء الشهداء، فبالتالي انه الى حين كما تفضلت الى وصول الى مشارف تل الأحفر. الآن تل الأحفر تحت الطوق العسكري لقوات الحشد الشعبي، وكذلك أنه نزف بشرى اليوم ونزف بشرى تحرير آخر ما تبقى من الطريق المؤدي بين سوريا وتل الأحفر، يعني بين تل الأحفر من جهة والحدود السورية من جهة ثانية. أحسنتم، وهذا الإنجاز حقيقة هو إنجاز عظيم، لأن أول قوات عراقية وصلت إلى خط الإمداد السوري العراقي هي قوات الحشد الشعبي. محور الحشد مهم جدا، مطار تل الأحفر يعتبر من النقاط الاستراتيجية التي كان يتمركز ويتحصن فيها العدو، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى تم السيطرة عليه، والآن تل الأحفر تحت نيران قواتنا قوات الحشد الشعبي، وننتظر الأوامر حتى يتم تحريرها إن شاء الله. أنا أعتقد أنه هذه الخطة اللي لجأ لها الحشد الشعبي، لا وهي عملية التطويق مثل ما جرى في مطار تل الأحفر،
عملية التطويق وبالتالي قطع كل الطرق المؤدية إلى مركز المطار. يمكن ذات الخطة اللي راح يتبعها أيضا مع مدينة تل أحفر، ألا وهي قطع الطرق كافة يعني وسائل الاتصال، وبالتالي تعتبر المنطقة يعني من الساقطة عسكريا كما تسمى. خلينا نروح إلى المجاهد رزاق التميمي، آمر عمليات اللواء الثالث. اليوم اللواء الثالث ما شاء الله يعني أيضا ساند القوات الموجودة في الحشد الشعبي، وأيضا كان له يعني اليد الطولة في موضوع تحرير المطار، وتم الهجوم من الساعات الصباح الأولى ربما حتى تحقيق النصر، وأيضا هو اليوم يمسك محور مهم جدا بعد هذا الهجوم الناجح. وأيضا تحية إلى أبطال اللواء الثالث مثل ما هي تحية إلى أبطال اللواء الرابع وإلى كل ألوية الحشد الشعبي المبارك. خلينا يعني حاج نعرف أهمية اليوم موقع الحشد الشعبي لا سيما أبطال اللواء الثالث في هذه المنطقة، وما هي الوجهة المقبلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. منذ انطلاق عمليات تحريرنا كان الحشد الشعبي هو محاور أساسية، هي مسك الخطوط الإمداد للشرطة الاتحادية والرد السريع من صلاح الدين باتجاه الموصل. فكان بالأول عمليات هي الحشد الشعبي هي مسك خط الإمداد ومساندة للشرطة الاتحادية والرد السريع، ثم قام اللواء الثالث بتحرير عين ناصر، ثم في اليوم الثاني تقدم على التلال المحادية لعين ناصر لخطوط الإمداد للكتائب حزب الله واللواء الأكبر واللواء العاشر واللواء الرابع. سيطرنا على التلال، كانت هناك مواجهات وآليات مفخخة، فالحمد لله والشكر ماكو خسار، تحقيق إنجاز ونصر. ما بعدها كان مهمة اللواء الثالث هو مسك خط الإمداد اللواء الرابع اللواء العاشر. ما بعد انتهاء المرحلة الأولى اللي هي حقق النصر اللواء العاشر واللواء الرابع واللواء 21، أتى التكليف الثاني في المرحلة الثانية هي الزفتية والسناريك والأربيد، مرافقة اللواء الخامس بدر والشرطة الاتحادية. ما بعد فتح الطريق العام من القيارة باتجاه سناريك والأربيد، ما بعدها كان مسك هذا الخطوط، ثم كان التكليف باتجاه أم حجيرة العليا مظهالي تاريخ 14، وحررنا مظهالي وأم حجيرة العليا ومسكنا بهذا القاطع نفسه. عقب ما بعدنا اللواء الرابع واللواء 21 واللواء العاشر باتجاه المطار، ثم اجى تكليفنا بعد المسك في المرحلة الثالثة هو الهجوم على محور مهم ربما من هو المحور الأيسر، أهم محور في الحشد الشعبي هو المحور اليسار باتجاه تل جمال، تل العبار، العبرة. فانتهت العمليات في هذا اليوم وكان الإنجاز واسع بالمسك، ثم أتى التكليف النهائي اللي هو مسك خطوط الإمداد، قطع خطوط الإمداد باتجاه سوريا تل العفار، والمسك باتجاه الضفة الأمامية للمطار. تم في هذا اليوم تطويق المطار بالشكل الكامل ومسك الخط الأمامي، الحافة الأمامية من المطار باتجاه تل العفار. واجهنا صعوبة، هاونات، قنص، لكن الحمد لله همة المجاهدين دائما أقوى إن شاء الله. كان اللواء الثالث صامد والحشد الشعبي والألوية بدر، ثم أتى اللواء الرابع بتطهير المطار، والمطار حاليا هو بالكامل مطهر، والآن نحن ماسكين خط الإمداد بالكامل ومساندة اللواء العاشر اليوم باشر بعملياته ومستعدين لأي تكليف من العمليات. ربي يحفظكم إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله تتوالى الانتصارات ويستمر هذا حقيقة الكرنفال، كرنفال النصر اليوم. نعود مع سيد علاء، علاء الحيدري آمر فوج في اللواء الرابع. سيد علاء، ربما الكثير اليوم من الأعداء راهنوا على قدرة الحشد الشعبي للوصول إلى يعني مشارف مدينة تل الأحفر على اعتبار هذا المحور الصعب وطول الصحراء وكثرة القرى، حقيقة يعني عشرات ربما مئات القرى.
فكيف استطاع اليوم أبناء الحشد الشعبي لا سيما أبناء اللواء الرابع التغلب على هذه الوعورة الجغرافية، الصعوبات المناخية؟ اليوم همة المجاهدين هي التي أوصلت اليوم الحشد واللواء الرابع وكل الألوية إلى مشارف مدينة تل العفر، خلينا نتحدث عن هذه الصعوبات. حقيقة بالنسبة للعدو راهن على كل المناطق التي كانت تحت سيطرته، راهن على بيجي وراهن على الفلوجة وراهن على جبال حمرين وراهن وراهن، ولكن هو مراهناته كلها فاشلة وكلها زين، فبالتالي هذا يدل انه على انكسار العدو وعدم قدرة العدو على مواجهة قوات الحشد الشعبي بالخصوص. حقيقة قواتنا الأمنية مباركة ان شاء الله ونصرها انه مؤزر، لكن عندما يعلم العدو انه وجود قوات الحشد الشعبي في خطوط الصد معه يترك، يعني احنا بمعركة المطار بالفرار. الله صحيح. سبحانه وتعالى شرف فوج الشهيد عماد الحيدري في اللواء الرابع بدخول المطار، حتى يعني خضنا معارك شرسة منذ ساعات الصباح الأولى حتى وصلنا إلى المغرب، كنت حضرتك موجود. نعم. نعم في الليلة عندما وصلنا، حتى النقالات تصور النقال يترك وينهزم، بندقية شخصية يترك وينهزم، هذا دليل انه على انكسار العدو. طيب سيدنا يصورون في اعلامهم وكأنما رجالات داعش يعني ابطال وكأنما باقون، حتى نسمع المذياع مالهم الان موجود راديو داعش، نشوف ينطي اخبار كاذبة، اليوم كتلنا هالكثر من الجيش الرافضي واليوم هيج سوينا واليوم هيج سوينا، واعلامهم يطبل، ولكن يعني عندما نأتي إلى أرض الواقع لا نجد غير الفرار حقيقة. حتى معركة المطار قاوموا قليلا ربما لم يستمر تستمر المقاومة، فشنو هالهالة الإعلامية هذه الكاذبة؟ بالنسبة للعدو يعتبر فقاعة وكأنما منطينا فد هالة، دواعش منطينهم هالة عند يعني خلينا نقول الدول اللي داعمة داعش. صحيح. لكن عند العراقيين لا يعتبر داعش أي شيء، زين ما امامهم سوى ما تبقى الا القليل في الموصل، ما امامهم خيارين، اما اي 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 يستسلموا او يقتلوا إن شاء ولا الله. خيار الطريق سوى قطع إن شاء الله. من قبل قوات الحشد الشعبي إن شاء الله. لكن هذا بفضل المجاهدين حقيقه بخطط قادتنا، بالتالي انه انت تجد كل المقاتلين كل المجاهدين كل الامراء موجودين في ساحه المعركه، يعني انا بينت لك في بدايه الكلام انه النقال ما يقدر يحمله، فبالتالي انه ينادون اجوا الروافض اجوا كذا، الله سبحانه وتعالى انه مكننا بهذا النصر، وهذا نصر عظيم حقيقه بالنسبه لالويتنا الويه الحشد ككل والاخوه في كتائب حزب الله والاخوه في عصابه الحق، لكن احنا في اللواء الرابع كان المهمه كبيره والله سبحانه وتعالى يسر أمرنا بفضل الله سبحانه وتعالى، تم أنه مع الأخوة جميعا حقيقة تحية لهم، أنه تم السيطرة قرية تلو قرية إلى أن وصلنا إلى تخوم المطار وتم تحرير المطار، والآن اليوم على خط الإمداد على مشارف تل العفر، وبدأت معالم ربما المدينة اليوم واضح، همة المجاهدين عالية جدا. هنا أيضا من هذا المنبر إحنا ما نريد نبخس حق أحد، كل الألوية في الحشد الشعبي التي شاركت سواء العاشر ولا 21 ولا الثالث والرابع، أيضا ألوية العتبة ولواء علي الأكبر وكتائب حزب الله، لا نبخس حقوق صقور الجو اللي ما شاء الله حققوا ضربات موجعة حقيقة، أيضا هناك جنود من وزارة الدفاع هم منتسبين معكم لهم أهمية ومعايشة معكم، شرطة النفط اليوم موجودين أيضا في المطار. تحية إلى كل اليوم الفصائل، وهذا ألوان الطيف اليوم الموجودة. المجاهد رزاق التميمي قالوا قادمون يا بغداد قبل سنين، واليوم نحن وين؟ اليوم وين قاعدين سيد نحن؟ هسه بالموصل. وين بالموصل بعد راح نطب اليوم هذا احنا بتل العفر. اليوم احنا تل العفر ومحيط الموصل كله حرر قطع الامداد بين سوريا والعراق، اليوم داعش خلص انتهى، ونزف هذه البشرة الى فتوى ولا مرجعيتنا العليا سيد علي السيستاني ولا عوائل الشهداء ولا الجرحى ولا جميع الاخوة في اللي ساندونا من المواكب الداعمة من جميع شكو انسان ساعد يعني دعم هذه المعركة الحشد الشعبي
بالقليل او البسيط، فاحنا راح نرجع الى هذه الفقره، الى هذا الموضوع، اكيد موضوع الدعم اللي ما شاء الله ويانا هسه احنا على الساتر هذه الصحراء ونشرب الماء الصافي لهم جزء بالنصر. جينا من العاصمه بغداد ومن كل محافظاتنا بركات الامام الحسين اللي اتصل الى المعركه، لكن خلينا نروح الى فاصل قصير ونرجع. اذا احبتي المشاهدين، فاصل ونتواصل في هذه الحلقه من المحور الغربي لمدينه الموصل وعمليات قادمون يا نينوى، ابقوا معنا. عدنا معكم أحبتي المشاهدين في هذه الحلقة ومن محور عمليات قادمون يا نينوى، من المحور الغربي الجنوبي لمدينة الموصل، محور الحشد الشعبي المبارك. ومثل ما يعني نوهت في بداية الحلقة، معي ضيوف حقيقة من ملح السواتر العراقية، ملح الإباء اليوم، الذين جاءوا من كل محافظات العراق وصولا إلى محافظة الموصل لتحرير محافظة الموصل وتحرير نينوى من دنس الدواعش. أجدد الترحيب حقيقة بالسيد علاء الحيدري، آمر فوج في اللواء الرابع، وأيضا المجاهد رزاق التميمي، مسؤول عمليات اللواء الثالث. سيدنا، أنا يمكن ختمت ويا المجاهد رزاق، خلينا أعود وياك حول موضوعة الدعم اليوم الموجود بالمعركة. يعني اليوم ما شاء الله نشوف أحيانا هذه مواكب الخدمة تتسابق حتى مع الجهد الهندسي اللي يفتح الساتر في أثناء الهجوم، فبرأيك هذا ايش قد يقدم لكم اليوم من دعم هذه المواكب التي تأتي من كل محافظات العراق؟ حقيقة هم ليس بغريب عن مواكب الدعم اللوجستي ومواكب الحسينية في كل المعارك، لكن في معركة تحرير الموصل كان لهم الجزء الكبير في النصر حقيقة، انه تجد النساء، حتى النساء وصلتنا، والنساء وصلن انه عدن موكب يوزع على المقاتلين. صحيح. وما يوزع، يقول الا اوصل الى خط الصد، الا خط الصد وين المتقدم اخر نقطه انه اوزع له. تجد انه المواكب الحسينيه ومواكب الدعم اللوجستي جزاهم الله خير في من كل محافظات العراق، انه تجدها في المعركه مع اخوانهم المقاتلين، ما محتاجين شيء حقيقه، كل مقاتل ما محتاج شيء من المواد الغذائيه، من الملبس، حتى البطانيات، حتى الصوبات، ما خلوا شيء جزاهم الله خير. ان شاء الله ما محتاجين شيء في ميزان اعمالهم، وهذا هم حقيقه انا سبق وان قلتها واكرر انه قلتها للفضائيات، انهم جماعه الاخوه في مواكب الدعم اللوجستي والمواكب الحسينيه لهم جزء بالنصر حقيقه. أكيد في كل أكيد المعارك اكيد اليوم احنا في ساحه المعركه، يوصلك الماء، يوصلك الاكل في هذه يعني مئات الكيلومترات ابتعاد عن بغداد، لكن الحمد لله والشكر هي هذه همة العراقيين الشرفاء. حتى كرزات يعني، يمكن صحيح الأخ رزاق شاف كرزات يعني، صحيح المقاتلين شيبس ما يعني نعم من الله على هذه النعمة، يخلي معنوية إذا تريد أنه مثلا سيدنا خاف ما ننزل بعد، إحنا نظل ناكل وما ننزل بعد. اليوم هو الإثبات الكبير، يوم 46 يوم اليوم 46 يوم من استمرار عمليات تحرير نينوى، هو أبطال الحشد الشعبي مستمرين في العمليات 46 يوم. هناك عندنا القادة، أمر اللواء، كوادر اللواء لن ينزلوا ولو صحيح ما نازل ليوم البيت واحد، هذا كله بجهود المواكب يعني، لو ما توصل لك الملابس والطعام. اليوم إعلاميين، الحاج رزاق يحكي، ربما الإعلاميين الكثير منهم يتهيبون الصعود إلى المعركة أحيانا، قد هذا العزيز على أهله، هذا الأمة ما تقبل، والله نقول لهم يابا تعالوا العمليات حلوة، حتى من ندخل هجوم أحيانا يتكلل هذا النصر يعني الهجوم بالانتصار، الأكل موجود، الخدمة موجودة، مسامر المجاهدين ليلا موجود، ولو إحنا ما نبخس حق المجاهدين حقيقة، هناك تعب وهناك ناس تبات على السواتر إلى الصباح، واللي صار له 30 و 40 يوم ما نازل، تحية لهم قساوة الجو. صحيح. تحية لهم والجباههم السمر، ويا رب يتحقق النصر على إيدهم إن شاء الله. حاج، اليوم موضوع مهم جدا هو التكتيك العسكري، يعني ربما اليوم داعش متفوق في القنص عن بعد، وربما ارسال المفخخات، لكن هناك بعض الملاحظات اللي شفتها انا عند المجاهدين، وربما بعض الامور ايضا، اليوم المجاهد بدا ينتظر المفخخه ايش وقت تطلع حتى يقول تحقق النصر بعد، هذه المفخخه اليوم هم قدرتوا تتغلبون عليها الظاهر يعني. صحيح صحيح، احنا في عناصر كانت مفخخه قريبه جدا من قطعاتنا، لكن الحمد لله والشكر لن يصيب اي احد في اي جروح.
لان هناك شنو كان النشر صحيح، تطوير المنطقه بصوره صحيحه، صح. توجيه الاسلحه السانده بصوره صحيحه، فلذلك كانت العمليه سهله. وثم المفخخات اللي رافقتنا، واللي اخر شيء في تل جمال كانت هناك مفخخه انهزمت وردت حاولت تعرقل مسير القوات، وكان بوجودكم وقناه الولاء والقنوات البغيه، فلن توجد صعوبه للمفخخات. الغنص ماكو اي صعوبه، الان داعش انتهى خلاص، ماكو اي صعوبه في جميع المحاور، في جميع تقدم القطاعات، الحمد لله وشكر، يعني صارت سهله العمليات. يعني سهله. انت اليوم في موضوع في جنبه العمليات، برايك اليوم عندنا بعض الهفوات اللي تصير احيانا قد تؤدي بحياه بعض المجاهدين، لكن التكتيك العسكري الصحيح عندما يكون هناك فتح ساتر صحيح وتقدم او تربيع المنطقه ابتداء، هذه الامور بدات تسهل حقيقه الكثير من صحيح موضوع صحيح. المعركه الان الجهد الهندسي يبذل اضعاف جهده في مرافقه الحشد الشعبي وتامين القوات، شق الطرق اجعلها سالكه، يعني ما يقارب باليوم 13 14 20 كيلو هو يفتح ساتر وشق وطريق امداد للقوات الامنيه، فهذا يعني الجهد الهندسي، الاسناد المدفعي، الجورنيت، التاو، كل جميع هذا لهم سهم كبير في صحيح. المعارك اللي مرت كلها. ان شاء الله انتم متفوقين، وان شاء الله ابناء الحشد وابناء الحسين عليه السلام هم القادرون على تحقيق النصر. سيد علاء، اليوم برايك الحشد، يعني الحشد الشعبي اصبح عمق مستقبلي امني للعراق، هذا لا غبار عليه، ولكن اليوم الحشد بحاجة إلى أسلحة، بحاجة إلى دعم، برأيك؟ حقيقة الحشد جاي يشتغل بإمكانيات بسيطة، تشوف نعم. هذه الانتصارات اللي تحققت في جميع المعارك وخصوصا في معركة الموصل، أنا بينت لك أنه رغم الجغرافيا الصعبة والمسافات الشاسعة، لكن أنه يشتغل ضمن إمكانيات بسيطة. إحنا لا نجحد طيران الجو جزاهم الله خير، صح. وكذلك الأخوة، بعض الأخوة من الجهد الهندسي في الجيش العراقي، وكذلك أنه شرطة النفط، لكن أنه الحشد الشعبي يعتبر الدرع الحصين للعراق حقيقة، أنه تجد أنه الدواعش عندما يعرف أنه الحشد الشعبي في متواجد في المعركة ينازم. يعني أنت لو تلاحظ، وأعتقد لاحظت، أنت دخلت يعني في معركة المطار، أنه تجد أنه المطار ليس بمطار، وإنما تخريب أطلال وتخريب وتفليش أنفاق تحصينات. هؤلاء هم دعاة الدولة، أي دولة هذه التي تتحدثون عنها؟ ليس هناك دولة، وإنما تخريب وإرهاب لا أكثر. إنه تجد الأنف شبكة من الأنفاق والتحصينات للقنص وكذا، لكن ما صمدوا. المناسبة هاي صورناها اللي يحكي عليه سيد علاء الآن، حقيقة موضوع مهم جدا، ترسانة وموضع ومواضع وشقوق، نعم، وأنفاق، نعم. ويحاولون يعرقلون مسير قوات الحشد الشعبي بكل طريقة، ولكن تأتي إلى موضوع المقاومة، لا يقاومون أكثر جدوى. من ساعة أو ساعتين بلا ثم بلا جدوى. يعني حتى أحيانا أنا بالتغطية قلت هذا ضحك على الذقون، يعني أنت من حافر لك شق، إيش تتصور الحشد الشعبي ما راح يقدر يضم يعني ويفوت؟ يعني ما أعرف، ماكو شيء معلم في محافظة الموصل بمحورنا الغربي الآن، ماكو شيء معلم، شارع تبليط محفرة، صح، بناية مفلشة، المطار يعني ماكو، كل يحاول أن يعرقل بكل شيء ويحاول أن يخرب أيضا، لكن الأبطال وصلوا إليه وهو ترك السلاح الخفيف، بندقية بسيطة. قبل الحلقة كنا نحكي عن موضوع التليفون هذا اللي عايفه أحد الدواعش في المطار، شو لقيته بي سيدنا؟ حقيقة احنا عندما دخلنا المطار في المضافات، في مضافتهم وجدنا الأكل والطعام مالتهم، يعني هاي رسالة للأخوة المدنيين في الموصل، مو يقول انه داعش ما عنده تلفزيون، احنا وجدنا في مضافاتهم تلفزيون وشاشات وستلايت، مو يقولون داعش ما يدخن سجاير حرام، وجدنا نارجيلات انه فيه، فبالتالي هم جاي كذب وضحك على الذقون، مبني على ارهاب، مبني على اساس نفاق وكذب وضحك على الذقون. يعني هذا النقال اللي وجدناه، وان شاء الله احنا سلمناه الى الاخوه في قناه الولاء، ان شاء الله يكون دائما الصور الشخصيه والحفلات وكذا، والعريس راح يزفونه، راح يروح للحور العين وكذا وما ادري شنو، حتى يروح يفخخ. معركتهم الان في الموصل، والاخ رزاق اعتقد انه يشاركني في الراي، معركتهم في الموصل ليس بصمود وليس بقتال، وانما فقط العريس اللي يسمونه الانتحاريين
في كل القطعات في كل القرى دخلوا انتحاريين لكن لا جدوى، بفضل انه اسلحه سانده وفضل اخوه في صواريخ الجورنيت والدبابات الجيش العراقي اللي رافقتنا انه تم السيطره عليها بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى انه الشهداء والجرحى قله القليل انه في هذه المعركه. صحيح صحيح. المجاهد رزاق ربما هسه يعني اجتني فكره، السيد علاء تفضل يقول كله ضحك على الذقون وهذه الطقوس وايضا زف المجاهدين وايضا منعهم من التدخين وهذه الامور، هؤلاء اليوم الجرذان حقيقه يعني وانا اسف لهذا التعبير امامكم الذين جاءوا من بلدان، هسه خلينا نقول هذه الموسيقى اللي نسمعها احيانا وهذه الاناشيد كلها بنغم سعودي، هؤلاء السعوديين جاءوا هنا الى العراق حتى يعلمونا على الدين برايك، لو حتى يتموضعون بطرق من هنا وهناك ويحاولون الاستتار بالدين. اليوم قبل ان اوجه لك هذا السؤال، على مشارف كم مدينه وقفت وانتصرنا بهذه المدينه؟ انت اليوم كمجاهد كم مدينه شاركت في الانتصار بها؟ والله هو من انطلاق الفتوى المرجعيه العليا 13/6/2014 حتى اليوم مستمرين في القتال. من نوقف على مشارف هذه المدينه اللي راح نحررها، ما تلوح بعينك الاطفال والقصايب اللي انسبت وتتذكر انه المسيطرين هؤلاء هم السعوديين، شو يصير بداخلك وانت اليوم بيك الغيره الجنوبيه؟ والله هل تشوف يعني سهر الليالي والبرد والحر، والهاي المجاهدين 46 يوم من عمليات تحرير نينوى وصامدون وباقون حتى تحرير نينوى بالكامل. اليوم بعد تحرير نينوى، هناك قبل تحرير نينوى قبل انطلاق العمليات كانت ابواق تهتف بانه الحشد الشعبي لن يشارك، الحشد الشعبي لن يشارك، الحشد ولن نسمح له بالدخول، لن يدخل لن يدخل. فهناك كانت قبل عندما كان داعش قريب عن بغداد 10 كيلومتر وكانوا يهتفون قادمون قادمون، اين كانت هذه الاصوات؟ اليوم بالعكس عقب ما حررت الكيلوات الاف الكيلوات هسه يلا الحشد الشعبي اللي يشارك، بالعكس الحشد الشعبي شارك وهذه المره بالطريقه المميزه، كان الحشد الشعبي يشارك مع الرد السريع، الشرطه الاتحاديه، الجيش، لكن اليوم محور الحشد الشعبي محور رئيسي وفعال الحمد لله خالص لوحده، وتابع الحشد الشعبي لرئاسه الوزراء وياخذ اوامره من رئاسه الوزراء. الحمد لله والشكر، حقيقه همتكم وغيرتكم هذه الجنوبيه اليوم اللي اتت بكم، انتم ابناء العراق الاصلاء وانتم اللي محسوب عليكم العراق وانتم اللي تحرروا العراق، احنا ما عندنا غيركم يعني، هو من اللي يحرر العراق يعني؟ من اللي يحرر هاي اراضينا بعد ان انسبت اليزيديه والمصلاويه وبت العراق من انسبت؟ والله ما لها غير الغيره، احنا مورد غالي ولا نبالغ من خلال حلقتنا، ولكن احنا هبينا يعني. هم ابناء علي بن ابي طالب خوش يقاتلون وعندهم غيره معروفه هاي الاحتلال. طبعا احسنتم سيد، احسنتم. بالنسبه للحشد الشعبي، الحشد مكون عراقي، جهاز أمني عراقي تابع إلى رئاسة الوزراء، تجد فيه القيادة وتجد فيه مراكز التخطيط وتجد فيه الألوية وتجد فيه الأفواج، فذاك تنظيم عالي المستوى، لكن إنه الأبواق وخصوصا أبواق داعش من جريدة الشرق الأوسط ومن قناة العربية ومن قناة الجزيرة ومن قنوات بعض القنوات الصفراء، حقيقة لا تهمنا هذا، لا يهمنا هذا النعيق ولا يهمنا هذا النباح، نحن أبناء العراق، الله يحفظك، نحن نحرر العراق. الله يحفظك. أينما وجد إرهاب داعش ولا غير داعش ولا أي مسمى إرهاب يمس في العراقيين من كل الأطياف، المسيحيين، الكرد، السنة، الشيعة، تجد أنه الإرهاب يمس فيهم، تجد رجال الحشد الشعبي في التصدي له إن شاء الله. وأينما وجد الحشد الشعبي تجد له الانتصارات وتجد له البطولة وتجد له الشهادة. تحية إجلال وأكبر لشهدائنا الأبرار، وهذه الصفحة الأخيرة ستطوى بفضل دماء الشهداء حقيقة. إن شاء الله. دماء الشهداء دينا في أعناقنا إلى آخر نبض في أعناقنا في عروقنا، ونحن نأتمر بقيادة الحشد الشعبي أينما توجهنا، فنحن لها رب لذلك مستعدون إن شاء الله تعالى. إن شاء الله باقين وأبناء العراق الأصلاء حقيقة، وهذا الحشد العراقي أصبح اليوم عمق مستقبلي أمني يضاف إلى وزارة الدفاع والداخلية إن لم يكن هو المحور الرئيسي إن شاء الله. أحسنت. خلينا نسمع منك كلمة أخيرة تخص الشهداء، شهداء اللواء الرابع طبعا ومجاهدي اللواء الرابع، وعهد إلى أهلك وناسك اللي يشوفونك الآن سيدي. الشهداء بدمائهم ننتصر حقيقة.
بدماء الشهيد أبو حبيب السكيني، بدماء الحاج سلام، بدماء الله أبو سريح، بدماء الشهيد سيد عماد وهو شقيقي، وأنا أتشرف إن وأنا أكون ضمن العوائل الشهداء، وأنا أحد أمراء الأفواج في الحشد الشعبي، هذا لي الشرف. لكن إنه الله سبحانه وتعالى إنه في هذه المعركة رفع عنا شهيد وارتقى لشهيد، هو حيدر الصبيح وهو ابن عائلة الشهداء، أبوه شهيد، عمه شهيد، ابن عمه شهيد، وهو ارتقى شهيدا في هذه المعركة. نحن قدم كالحسين، قدم العباس وقدم علي الأكبر وقدم أبناء رسول الله وقدم الأنصار، لكن إنه هيهات من الذلة. هذا شعارنا، مثلي لا يبايع مثلك، يا آل سعود مثلنا لا يبايع مثلكم، نحن أبناء علي والحسين وأنتم أبناء معاوية وأبي سفيان. إن شاء الله دماء كل الشهداء لا سيما السيد عماد ما تروح هباء منثورة، بل ارتوت بأرض أم الربيعين، ارتوت بأرض تكريت، ارتوت بأرض ديالة والشرقاط، من أجل أن تتحرر هذه المناطق وترجع الناس هذه الآمنة اللي كانت قاعدة في هذه المناطق من هم وطنيون منهم. يعني احنا ما نقول الناس اللي تموضعت لداعش حتى يرجعون، وترجع الناس اللي انسبت أيضا، وهذه النساء وشرف العراقيات. تحية إلى أبطال اللواء الرابع، وتحية إلى آمر اللواء الرابع أيضا، ونسمع كلمة أيضا من المجاهد رزاق التميمي آمر أو مسؤول عمليات اللواء الثالث، تخص الشهداء وتخص أهلكم، وأيضا عهد للناس اللي تسمعكم ممتاني النصر الزفونة بديكم إن شاء الله. والله شهداءنا، شهداء اللواء الثالث، شهداء كل المقاومة، هو بركة دمائهم تحققت هاي الانتصارات، وبالخصوص شهداء اللواء الثالث أبو شرار الموسوي، الحاج أبو أحمد رزاق التميمي، ولذلك أنا أحمل اسم أبو أحمد التميمي رزاق لكونا من كنت أحد المقربين إليه. أنا على فكرة أحمد حسن الجابري، لكن أحمل في العمليات اسم رزاق التميمي. ربي يحفظك إن شاء الله. وأهدي هذا إلى جميع شهداء اللواء الثالث لكي لا أنسى أحد، صغير كبير، فادي الإمارة، مؤيد الحلفي، أسعد الدراجي، وعد هاني، رحمة الله على روحه، ابن عمي اللي فقدت عن قريب عبد الرزاق دهر. فجميع الشهداء هم ببركة دمائهم تحررت هذه المناطق، وببركة دمائهم والعهد اللي كنا ماخذينه مع الشهداء هو اللي خلينا نستمر ونصر على تحرير العراق. إن شاء الله إن شاء الله ما يبقى داعش في هذا العراق، لا داعش ولا أرهاب ولا أصوات في السياسة تعلو فوق صوت الحشد الشعبي إن شاء الله وفوق إن شاء الله صوت المرجعية. ربي يحفظكم إن شاء الله، أنا متأكد هناك عهد في داخلكم إلى المرجعية وإلى أبناء العراق اللي موجودين في كل محافظاتنا. إن شاء الله ما ترجعون إذا مو الانتصار بإيديكم إن شاء الله، ويا ربي موفقين حقيقة. تحية نقف إجلال وإكبار إلى هذه الجباه السمر، شكرا لكم سيدنا. الله يحفظكم الله يسلمكم، شكرا لكم. هذا أقل ما نقدمه اليوم كإعلام إنه نسلط الضوء عليكم، نسولف وياكم، وتوصلون من خلال كاميرتنا بعض العهد والوفاء إلى أبناء الشعب العراقي. شكرنا الجميع إحنا في مشاركاتهم في الحرب ضد داعش، لكن هناك جهة واحدة لن نشكره، هو الإعلام. الإعلام هو نصف المعركة. ونشكر قناة الولاء، جميع الإعلاميين اللي وافقونا منذ 13/6/2014 لهذا اليوم. الله يحفظكم إن شاء الله. حقيقة هذا ديدن الفضائيات الوطنية التي تحافظ على أمن العراق. قناة الولاء سباقة في كل المعارك، إنه قناة الولاء مع المقاتلين في خطوط الصد. فبالتالي الشكر الجزيل، شكرا، والثناء الجميل لهذه القناة المجاهدة ولكادرها ولأمراء الألوية الحاج أبو تراب والحاج أبو حنان. الله يحفظكم. وقيادتنا قيادة الحشد الشعبي المتمثلة بالحاج المهندس والحاج العامري، ونحن نعاهد سماحة السيد علي الثاني، ونعاهد مراجعنا العظام، ونعاهد الشعب العراقي بأننا ماضون إلى تحرير آخر شبر من أرض العراق. ربي يحفظكم. وهذا مسك للختام، ربما يريد يضيف شيء المجاهد. والله ما أضيف شيء فوق السيد. الله يحفظكم إن شاء الله. وأنا قلت هذا مسك ختام ما شاء الله، هم بعهد وبشكر. إن شاء الله إن شاء الله على العهد باغون، النصر أم الشهادة. إن شاء الله ربي يحفظكم. الله يحفظ. إن شاء الله ترزقون بالنصر، لأن النصر مشروع عام والشهادة مشروع خاص. إذن أحبتي المشاهدين، من هذه الجباه السمر، من هذه الكلمات الجميلة، من صحراء نينوى، ونحن الآن في مشارف مدينة تل الأحفر، إن شاء الله النصر قادم، وببركة هؤلاء الأبطال وببركة التخطيط الصحيح للمعارك الذي يعني اليوم بفضل القادة الموجودين الأبطال وبفضل المجاهدين الموجودين، راح نبقى وياكم من منبر الإعلام الحربي وأيضا نواة الإعلام الحربي إن شاء الله قناة الولاء الفضائية للحديث مع المجاهدين
للوصول إلى يعني صلب الحدث، وأيضا لنقل مشاعر المجاهدين ورسائلهم من منبرنا منبر الولاء. على أمل اللقاء بكم في حلقة متجددة. لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر ابتداء اليوم من اليسرى لأن السادة بركة السيد علاء الحيدري يعني آمر فوج الشهيد عماد في اللواء الرابع، وأيضا المجاهد كما يحلو أن يسمي نفسه رزاق التميمي مسؤول عمليات اللواء الثالث. والشكر موصول لكم أحبتي. على أمل اللقاء بكم بحلقة متجددة من محور الحشد الشعبي غرب الموصل. قادمون يا نينوى، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.